مشاهدينا الكرام متتبعينا على الأشواق تي في، كنعاود نجدد لكم الترحاب من جديد. مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط في مدينة أسفيه تزاج على واحد الفيديو، واحد ستوري اللي خرج به. هذا الفيديو اللي خلق واحد الضجة كبيرة إعلامية في المدينة، وتقلقوا الناس ديال المدينة، بالضبط الرجال ديال مدينة أسفيه، لأنه حشومة وعيب أنك تنعت ناس ديال المدينة بهذه الصفة هذه. اليوم معنا محفوظ، كان وقع لك واحد الحاله لانك بستي الرجلين ديال الزوجه ديالك ولقيتي واحد السخط كبير، ماشي غير من الناس ديال مدينه اسفي، من المغرب كامل. شنو بالك فهادشي اللي وقع اليوم محفوظ؟ الشيء اللي وقع اليوم بالنسبه للشيء اللي قال القرانه، اول حاجه انه قال ماشي قال مدينه اسفي فيها واحد شويه اللي ماشي رجال، قال عامه يعني كل شيء ماشي رجال الا واحد الفئه اللي هي قليله اللي ماشي رجال، فهمتي؟ وش حاجه اللي بطبيعه الحال حكم علينا مدينه اسفي ومع 20 رجال، وعارفين باللي مدينه اسفي معروفه بالرجال، وغنقول القناه اللي بغيت تعرف الرجال السوالين في الداخل، السوالين الرجال ديال اسفي في اكادير الصحراء بزاف ديال المدن، سوال على الناس ديال اسفي واش رجال ولا ماشي رجال. محفوظ، حنا في خلال الحوار ديالنا مع جواد قنانة يعني قال لنا بانه غير البعض، هو ما عمش قال لك انه البعض الناس ديال اسفي، ولكن الصوره اللي تحط قال اسفي كامله الا واحد الفئه اللي قليله، وقال لك بلي هو عنده مع العيالات، يعني عيالات الله يعمرها دار حاجه باينه، يمكن راه الناس كيعرفوا شنو هو هذاك الشيء، يعني راه غيكون مع 10 النساء بطبيعه الحال ما عندوش مع الرجال داك الشيء. علاش محفوظ على ذكر السطوري، يعني شكون في نظرك انت اللي غلط؟ واش هو ولا حليب اللي حط السطوري؟ هو اللي غلط، حقاش كلامه زلت لسان، كيف جات يعني هو اللي غلط، هو اللي دار الغلط، يعني هو ما شادش فم. وانت جاي لمدينه اسفي والناس اللي جاي عندهم ديال مدينه اسفي ومكبرين بيك وعارضين عليك باش انك تجي لاسفي ومخلصينك من الفوق، وجي لاسفي طيح بالدراب وجا مدينه اسفي. واول حاجه دوك الناس اللي كانوا عارضين عليه ملي شافوا داك ستوري وكانوا فري كاينين، ما كانش انهم يكملوا مع ديك الاراده ويجريو بصراحه، حقاش هو طيح مدينه اسفي، شنو خلى البراني ما يقول؟ ولكن اسفي راه معروف وعارفين الرجال وعارفين شنو كتسوي مدينه اسفي، معروفه من زمان، كلشي فيها حرب. محفوظ، جواد قنانة اعتذر للمسفيين، اعتذر للساكنه الاسفيه كامله، رجالا ونساء، قال بانه غلط، ولكن قال ان حليب باغي البعث، شنو نظرك في القضيه هذه؟ هو قال على حليب اللي باغي البعث، إذا كانت هذه القضيه يمكن هذو ما فرا ماشي فاعل. كيشرفوش مدينه اسفي، لحقاش باش انك دير الفوز على المدينه ديالك، المدينه اللي ترعرعتي فيها وكبرتي فيها، الا كانت هاد الهضره صيغ اللي قلتي واللي قال قنانة، يعني هادو ماشي فاعل بصراحه، ماشي فاعل. يعني هادشي اللي قال هو انك تقدر تهضر على شي مدينه اخرى، تقدر دير شي حاجه، ولكن باش تدوي على المدينه ديالك اللي تربيتي فيها وكبرتك حتى وليتي راجل وتجي تقول عليها بحال ما هكا، ما جاتش. هادي واخا هو صديق ديالي، ولكن غنكون انا محايد، فهمتي؟ ما نجي ماشي زعما نرد له كامله القنانة، الا قال بحال ما كان يعني راه هز على راسو، يعني راه ما عليه والو، يعني راه الفكره كامله، ولكن هو غلط، ما كانش عليه انه يدير بالراي ديالو. يعني هو قال هذاك السطوري دارو وخلاه عنده، قال ليه ما تبارطاجيش، لكن الاخر نهار بارطاجاه وكذا 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 وكذا، وهو ما كانش قاصد ديك الهضره هذه. هذه ما يمكنش انه هو السطوري دارو، مادام السطوري دارو عرفوا انه غيتبارطاج، يعني السطوري مادام ديور يعني غيتبارطاج، يكون اكيد. انا يقدر يكون جوج متفقين بيناتهم، يقدر يكون هو بوحده، يقدر يكون الحليب اللي قلت. تمام محفوظ، علاش بحال هاد الحفلات وهاد لي زيفانمون وهاد الشيء اللي كيدار ما يجوش يخدموا فيه ولاد اسفي؟ علاش هاد الحفلات ما يحيوهمش ولاد اسفي؟ وعلاش عبد الرزاق حمد الله ما كيلعبش في المنتخب وحيتاش ولاد اسفي؟ فوالا، يعني مدينه اسفي الشباب ديالها محبورين، يعني تبارك الله عندنا طاقات في مختلف المجالات، كاينين بزاف اللي تقدر تنافس، كاينين بزاف راه كاين شي مواهب في مدينة اسفي، كاين شي ناس اللي عندهم شي حوايج زوينة في حياتهم، قدروا انهم يشرفوا بمدينة اسفي ويشرفوا بالمغرب، ولكن للاسف الناس المسؤولين ما كيشوفوش في هذه الناحية. شنو كيشوفوا؟ كيشوفوا الارقام، كيشوفوا لي زابوني، هذا عنده في انستغرام نص مليون، هذا عنده مليون، هذا عنده نص مليون في يوتيوب، انا اللي غايجي يدير الاشهار واش بان لي هذيك البلاصة اللي غايجي عندي دابا. محفوظ، انت الصراحة يعني درتي هذاك الفيديو لقيتي لقى واحد السخط كبير، ماشي مع عند غير الناس ديال اسفي، 17 مليون ديال المشاهد، 17 مليون ديال المشاهد والله، لقى واحد السخط كبير مع عند الناس في المغرب كامل، ماشي غير المغرب، الناس برا المغرب، ولقاو السخط على ذاك الفيديو. يعني ما عمرك تجرأتي انك تقول الساكنه ديال اسفي
لقيت مشكل مع ولا دربنا ولا حومتنا وما قدرتش ندوي حتى علاه ماشي خوفا مابقاش عارفهم يعني نفسنا خايبه ما كنرضاوش ملي شرحت لهم شنو طرا وشنو السبب وشنو هادي كاع ما يتقبلوني وما لقيتش مشكل مع ولا دربنا وانا كنسكن في الاحياء الشعبيه البسيطه ديال بصح وما ما كاينش غرام ديال المشكل فهمتيني يعني انا ما جيتش لهاد البلايص هادو اصلا ندير اسفي كاين واحد النوع اللي مشي ولا ندينش اسفي عاجو ندينش اسفي وتما راسهم ولا ندينش اسفي كيديروا في داكشي اللي بغاو يعني انت كتقول بان هادشي كامل غير هو خلق اللباس طبعا الحاله باين حاجه باينه ما قالش على مدينته حقاش عارف مدينته انه ساكن فيها ما يقدرش يقولها الرساله ديالك لجواد قنانه رساله لجواد قنانه نقول لك الله يهديك وحاول انك تعاشر الرجال الرجال ديال بصح فهمت تعاشر دوك اللي ديجا نتا معاشرهم ودوك المصطابه والكذاب عاشر الرجال ديال بصح وسول على الناس ديال اسفي شنو كيسواو ما حتى انا راه فين نجي انا مادام عارتي لي مدينتي نقدر نعاير لك الساكنه ديال مدينتك ولكن حاشا راس مراكش الله يعمر هذا حتى هما وش غنقول لك الله يهديك وصافي هادشي اللي كاين رساله الحليب اللي هو ولد اسفي حليب غنقول لك خويا الا كنتي بصح كما قال قنانه باللي انك كنتي باغي دير الباز فراي هادو ماشي فاعل وانا كنظن انه ما غاديش يقدر يدير حليب والله اعلم السوشيال ميديا تقدر دير اي حاجه باش نكون معك صريح لو وديت الارقام لو وديت الادسنس لو وديت الفلوس تقدر دير اي حاجه بصراحه هادشي اللي كاين هادشي اللي ولينا كنشوف يعني بنادم على ود الادس وعلى ود الفلوس ولو كيديروا بزاف ديال الحوايج اي حاجه تقدر دير اي ما تتوقعش شي حوايج في حياتك بالك ديرهم انا باش المارشي رجلي ردوني انني باغي نتشهر وهذه ولكن انا ما كنتش قاصد نيه انني نتشهر لحقاش كنت قاصد ما كنتش غيتشهر داك الفيديو اما كنت قاصد وكنت بغيت نديرو غندير لي مخطط اللي هو ناجح وغنكبش بيه غنوصل بيه لي في مزيان في يوتيوب فهمتش كلمه اخيره محفوظ الكلمه الاخيره كنشكر منبر اشواق ثالث مره كنحضر معكم وان شاء الله يكون عندنا الخير وشي خير اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله